جوزيف عبد المسيح مدير المنتخب لبنان الأول. مساء الخير جوزيف. بونسوار غياث، بونسوار كوني، بونسوار أحمد. بونسوار حبيبي. بعرف قد ايه أهلا كمان أبو عزيز. قلبك محروق كثير، وأنت عشت كل هيدي القصة كلها، إن كان بلبنان وخارج لبنان. نحكي كثير قصص بهالحلقة، يمكن ما عم يكون في جرأة كافية نضوي أكثر ونحكي أكثر. شو صار؟ شو يعني صار؟ في كيمستري ما في كيمستري؟ شو في؟ قبل ما أحكي بشي، أنا بدي أعتذر من الشعب اللبناني يلي أعطانا شيء ما نحن بنشوفه بأرض الملعب، أو الملايين كانت عم تحضر على التي في بلبنان وبرات لبنان. هيدا بدي أعتذر من الشعب اللبناني، هي أول شغلة، لأنه ما أعطيني حقه، ما حققنا له حلمه ولا حلمنا. شغلة تانية، إيه بدي أحكي بشي، أنا من أول ويندو من سنة ونص مواكب هالفريق، مواكب على آخر الدنيا رحت معهم. يعني اليوم هشام حداد قال شيء كأنه عايش معنا، ما بعرف كيف وصلته على الخبريات. فاجأني هشام حداد باللي قاله. صحيح نحن عندنا مشكلة ايجو بالفريق، اللي بقول نحن شو عندنا؟ مش مضبوط. شو قال؟ عندنا مشكلة ايجو. مشكلة ايجو. هشام قال أشياء مثل كأنه عايش بالفريق، يعني ما بعرف كيف وصلته يعني. ما بعرف. بس أنا بدي أقول لك إيه، عندنا مشكلة ايجو. نحن عندنا بلبنان اذا لاحظت على فريق الكوره وقت خلص او بيطلع واحد لبرا يوطي راسه للكوتش ويطلع لبرا، بغض النظر صرنا مغيرين اربع خمس كوتشيه ما بعرف قد ايه، مشكله باللبنان باللبنانيه باللعيبه، مش مشكله بكل شيء. انا هذا رايي. نحن ما عندنا يسار، نحن ما عندنا انه لبنان لازم يربح، بدي تضحي من عندي شوي من عندي شوي، هيدي ما عندنا اياها. تبك ما عم بحكي عن كل الفريق، بس هي في عندنا مشاكل، هي عندنا مشاكل كبيره، وما رح نروق الا ما نحط ايدنا على الجرح ونبلش نعمل منتخب متجانس وممنوع يقول لا. اكيد بضمن المعقول عم نحكي. من وقت ما بلشنا ماتش الاردن عندنا مشاكل، نحن ماتش الاردن عندهم مش عندنا. شو نوع المشاكل يعني؟ شو مشاكل يعني؟ مشاكل بين اللعيبه والكوتش، ما في شيء، في ايجو عند الكوتشي عند اللعيبه انه الكوتش ممنوع يحكي معي هيك، وانا ما حدا بيحكيني هيك، وانا صرت البلدي بدي اعمل هيك، لا هيدي ما بتصير بلبنان، هو لعيبتك غير، هدول منتخب لبنان، هو احسن 12 لعيب لبنان، شئنا ام ابينا، ما في نخلق لعيبه نجيبه من اخر الدنيا، بس هيدي النفسيه موجوده هيك، شو بدي اعمل؟ ما فينا نعمل شيء ثاني، ما نحكي شيء. انا بلوم الناس اللي عم تحكي هلا الشعب محروق، بس في ناس بتلوم الاتحاد، ليه؟ انا بدي اسال شغله، انا سياسه اكرم حلب شيء وانا سياسي شيء، بس ما في معطيك رديل اكرم حلب اليوم، يعني فات على الاتحاد في مليونين دولار دين وحط مليونين وشوي دولار على المنتخب. شو بدكم كام تنخدكم احلى اوتيلات؟ وشو بدكم نحن قدامكم؟ كله نفذوا. صح. نحكي الحقيقه، ما نحكي اللي علينا. بس اليوم شو ما في يلعب لا اكرم ولا انا ولا غيره في يلعب على الملعب، اللي عايز يلعب. ليه بده يكون في غير هيك؟ ليه الفرق انت شايف انت برايك يعني حسب ما عيشت المنتخب على بكره وظهر وعشيه وسافرت وجيت معهم، انت بتشوف انه اللاعبين الايجو تبعهم هو سبب اساسي بالديسيبلين لحتى نقدر نخوض مباريات ونلعبها بطريقه اللي لازم نلعبها فيها مثل باقي المنتخبات؟ مش كل اللعيبه، ايه صحيح مضبوط. مش كل اللعيبه؟ مش كل اللعيبه هيك، لا مش كل اللعيبه هيك، في لعيبه انظلموا. انا اليوم في لعيبه فيها تروح كانت على بطولة العالم واحترمتها من غيرها. انا بدي احكي فيها بكل صراحه، انا اليوم بشوف مين اللي عم بيلعب بضلني اعطيه لاخر تكتي، ما فرقاني معني بحط سكور، بدي اربح. نحن ما عندنا اياها هيك بلبنان. انت لاحظت على الكوري والنيوزيلندي مين ما حط طاري، ما بتعرف مين حط طاري، ما بتعرف مين عم بيلعب، بيفوتوا يظهروا ما بتعرف مين عم بيلعب، ما في. نحن ما عندنا اياها هيدي، ما عندنا اياها. نحن طلبنا لياقه من قبل اربع خمس اشهر، بعتنا انه بدكم تتدربوا مع فؤاد جرجس، لازم بلشوا رابع كورت ما عندنا نفس، ثالث كورت بدكم ما بقى في نفس للعيبه، ما حدا التزم وراح. ما حدا التزم بشو؟ انه يروح يبلش يتدرب مع المدرب لياقه تبع المنتخب، يعني هو فؤاد جرجس قلنا لهم بلشوا التحقوا معه من اربع خمس اشهر، بلشوا تمرنوا معه، لازم نبلش نعطيهم لياقه، ما في، ما حدا عم يلتزم. طب نحن هالمصاري وهالتعب وهالتضحيه اللي عملناها لمين؟ لازم يعرفوا اللبنانيين انه يعني بالاخر نحن ما استحقنا نروح، مضبوط. بس في لعيبه بتستحق كانت تروح كمان. بس حرام هالشيء نروحوا. والله حرام نروح هالشيء. طب لما هاللاعب ما عم يلتزم جوزيف وانت مدير،
الفريق، شو كنت تعمل؟ انا الصراحه انت بتعرف غير كثير منيح انه القرار ما بيرجع لإلي 100% بالنتيجه. انا ما من القرار لإلي، بس لما اللاعب يقول ما بدي التزم، أنا شو كيف كان يقولها يعني ما بدي التزم؟ شو يعني انا اذا مايكل جوردن عم يلعب برا اعطيك احسن لاعب بالعالم قطع وما عم يلتزم بقول له الله معك روح على البيت، معلم غيره، معلم غيره، ما عندي مشكله. خليني اخذ فريق من هلا لاربع سنين يعرف شو يعني الديسيبلين هي قبل كل شيء. ما فينا نضل هيك نحن، هيدا نصيب بدنا نشيلها. نحن تعبنا قلبنا احترق، كنا ونص عم نركض نحن على اخر الدنيا، مش لنوصل لهون، مش لنوصل لهون. يعني هيدا الشيء منه مسموح. بتسمع اليوم على السوشيال ميديا انتقادات، شيء ببكي انه هيدا لانه ابن توني خليل، مش ابن توني خليل معك اليوم، جاد معناه بيستحق يلعب جاد خليل، ايه بيستحق، فرجينا انه بيستحق يلعب، وسام بيستحق يلعب، ليش عم بيحكوا على اللعيبه؟ هيك في ناس يعني في لعيبه عم يظلموهم هن ما خفوا. جو عبد النور يقعد يبكي بالليالي، هذا عم هذا زلمه كابتن فريق. ما فينا نرجم كل اللعيبه كمان، بس في عنا مشكله، عنا مشكله بدها تتصحح والا ما بيمشي شيء، ما في شيء رح يمشي. نحن الاتحاد ما قالنا شيء لا باي شغله. احلى اوتيلات نزلنا عملنا كابس، ما شو بدك مفروش. واضح الدنيا. واضح الدنيا جوزيف الدنيا. بس بدي اسالك سؤال بقصه فادي الخطيب، انا وصلت لي معلومه انه انت كنت من الاشخاص اللي حابب انا دقيت لفادي الخطيب. صحيح صح، ما انت دقيت له فادي الخطيب قلت له يرجع للمنتخب؟ صح صحيح، انا عارف شو فيه الفريق. انا قلت فادي لانه باوقات الحشره وبالاوقات اللي كنا نحن عايزين حدا ايه فادي كان فيه يعطيك. مين عرقل عوده فادي الخطيب؟ كبيرة انه في ناس يمكن ما كانت بتكفي لو اجى فادي. بدي اسمع ايه ما اسمع جوزيف بليز ما اسمع. في ناس ما كانت بتكفي لو اجى فادي على الفريق. لاعبين ما بكفوا اذا رجع فادي الخطيب على الفريق؟ يمكن هيك كان صار. اوف ايه صحيح. انا هيدا الشيء بدي اقوله. ما راح استحي فيه، ايه انا طبت فادي الخطيب و11 ونص بالليل كان عامل ماتش حاطط فيه 35 نقطة. مش غلط هالشيء. راهنا انه بالويندوات لقبل انه لا فينا نمشي بجيل جديد وهيك ما فرجونا، لا انا كنت قاريها من قبل انه لا بهيك عقلات صعبة نقدر نوصل. يعني انا في سؤال كبير بدي اساله غيان. تفضل. للرأي العام نحن ما قلنا بغير فرق وصحتين للأردن، بس في حدا يفسر لي انه هالثلاثة النيوزيلنديين اللي فلوا من هون وجين قتلوا حاله معنا وهالصينية اللي اجوا تيم سي، طب ليه؟ ليش لبنان هالقد مغضوب عليه؟ بدي انه سؤال ينسأل ولا لا؟ بينسأل اكيد، بس نحن مصيرنا كان بايدنا كمان، كان فينا نحن مضبوط ما نطلع، بس اكيد سؤال يسال ونسال يعني هذا السؤال. انت بتعرف بالباسكت اكثر اكسبير بالباسكت، انت سوفايره بتغير مجرى الماتش. نيوزيلندا نقطتين فينا نعيد الماتش ونشوفه كم غلطه وغلطه صاير فيه. في سوفايره واحده بتغير جيم. على كل حال انا بدي اشكر مداخلتك جوزيف عبد المسيح مدير الفريق لمنتخب لبنان الاول.